مساءكم خير. ولأنه دايما أو إحنا فهمنا أو اتعلمنا من خلال خبراتنا البسيطة أو الكبيرة في الحياة إننا لا نستطيع الاستغناء عن العلاقات، واللي بيقول لك عكس كده العلاقات الإنسانية بوجع عام، واللي بيقول لك عكس كده هو بيخفي مرارة أو وجع أو ضيق من العلاقات أو اتصدم في العلاقات. لكن أصلا الإنسان كائن علاقاتي، فإحنا عايزين نعمل علاقات كويسة وإحنا نتمنى نعمل ده. وبطبيعة الحال في سن معين الناس كلها بتدور على الارتباط بالشكل الطبيعي، ولأنه عندنا أسئلة كتيرة بقى، طيب لو إحنا عايزين نرتبط أو بندور على ده لكن العلاقات بتلاقي طريقها للفشل بدري بدري، يعني قد ما تكلمنا مرات كتير عن الطلاق المبكر لكن كمان اكتشفنا أنه في مشكلة في آلية إدارة العلاقات حتى اللي بتؤدي للارتباط، والناس بتتفق على إيه أصلا. دي بقى أسئلتنا النهاردة لدكتور تامر شلبي استشاري التنمية البشرية والعلاقات الأسرية. مساء الخير. مساء الخير، أهلا بك يا دكتور. أهلا بحضرتك. ودكتورة رشا الجندي استشاري الصحة النفسية، أهلا بك يا دكتور. مساء الورد والفل والياسمين على حضرتك وعلى كل اللي بيشوفونا وبيسمعونا. ابتدي بقى عشان الورد والفل والياسمين دي هديكي واحد ورد كده دلوقتي. عندنا مشكلة، كل علاقة تنتهي مبكرا في الجملة الموضة بتاعت أصلنا اكتشفت أنه توكسيك أو أنا كنت في علاقة توكسيك. الجمل النفسية اللي بقت على لسان الناس واللي بقينا بنوصم بيها طول الوقت التاني اللي مش موجود، إيه رأيك فيها؟ طيب أنا عايزة بس أبدأ الأول أقول هو إحنا أساسا بنرتبط ليه؟ يعني ليه الناس عايزة تتجوز أو عايزة يكون في حياتها حد؟ ربنا سبحانه وتعالى قال لنا في معنى الآية ومن آياتي أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. إذن لتسكنوا إليها مودة رحمة، دي كلمات عميقة قوي ما بتتاخدش كده بسهولة. يبقى إذن الموضوع هي فعلا مش البداية الراحة الأولى دي. أيوة الموضوع مش لتسكنوا إليها يعني سكن، لا ولا الموضوع موضوع أني بلبس فستان فرح ولا أصل صحابي كلهم اتجوزوا وأنا اللي لسه أو ارتبطوا وأنا اللي لسه مش مرتبطة، أو علشان أن أنت ترجع البيت تلاقي حد بيعمل لك أكل وشرب. لا الموضوع أعمق من كده بكتير. طب هعرف إزاي أن البني آدم ده هيكون سكن ومودة ورحمة، وبالنسبة كمان للراجل، لأن إحنا للأسف يعني ده الطبيعي في الحياة أن أنت ممكن تعاشري ناس سنين ولسه ما بتعرفيهمش، يقول لك عشرت فلان ما عشرتوش يبقى انت لسه ما بتعرفوش. لما احنا بنيجي في علم النفس نتجرد من كل حاجه ونيجي نبص من فوق كده بنلاقي الاسر مختلفه، يعني في اسر حدود علاقه البنت مع الولد اللي هيتقدم ليها عباره عن ان هم بيقعدوا مع بعض في وجود ثالث، اب اخ ام ايا كان، وبتتدرج الحدود دي وفقا للاسر المختلفه لحد ما بنوصل لاسر متاحة عندها ما عندهاش قيود وما عندهاش حاجات. طيب أنا هعرف بقى إزاي يعني العشرة يعني اللي أنا عاشرة يعني تقصدي يا دكتور الفترة اللي المفروض فيها أن أنا أعرف الشخص ده هقدر أسكن إليه وارتاح والفترة الخطوبة يعني بالزبط. معايير شكل الخطوبة مختلفة بالزبط. هي سبب من أسباب أن إحنا ما بنعرفش نكمل؟ لا هو هنا السبب الاختيار، انا بحدد سواء علاقتي بيه ضيقه ولا واسعه، بحدد هو ينفعني ولا لا بناء عن ايه؟ بناء عن حاجتين لازم يكونوا موجودين. لو حاجه فيهم رفضت بشكل صريح اذا العلاقه دي ما تنفعش. العلاقه دي غششين. القلب والعقل الاثنين مع بعض. هعرف القلب ازاي؟ هعرفه طب ما هو حد هيقول لي طب انا يعني من الاسره مثلا العلاقه عاملينها لنا محدوده قوي. موضوع العقل القلب ده هو موضوع الرسول عليه الصلاه والسلام قال لنا عليه اللي هو القبول، اللي احنا بنقول عليه في وقتنا دلوقتي الشباب والبنات يقول لك ده في كيمياء. طب ما صدقيني بيبقى في قبول وبيبقى في عقل. هقول لحضرتك بس امشي معايا برضو بس بالنقطه كده امشي معايا. هعرفها ازاي ان القلب ده موجود ولا لا؟ اولا هو شكله بالنسبه لي ما يكونش منفر. لما بسلم عليه لو هي حتى حدودنا السلام بالايد، انت بتحس احساس مختلف عن لما بتسلم على اختك على امك على زميلتك في الشغل. انسان اللي انت هترتبط بيها دي لا شعورك حتى ناحيتها مختلف، بتحسي او البنت بتحسي والعصافير والبابلز والحاجات الحلوه اللي بتطلع موجود تمام. طب العقل بيقول ايه؟ طيب. العقل بيقول ان لازم الرجل يبقى اعلى من الست او على نفس مستواها
المادي والاجتماعي والفكري. يعني احنا لما بنشوف واحده بتاخد واحد اقل منها ماديا او اقل منها اجتماعيا، تاكدي ان العلاقه رايحه في طريق مش مظبوط. طيب اللي حضرتك بتقوليه، معلش اسمحي لي هكمل الحته دي، ويكونوا زي بعض برضو في حته المبادئ الاساسيه في الحياه. هتقولي لي ازاي؟ هقول لك يعني لو هو عنده مبدا ان ما بيمدش ايده على حاجه حرام، هي لازم يكون عندها نفس المبدا. لو هو عنده مبدا ان امه او ابوه بيكرمهم بدون شروط، هي كمان لازم يكون عندها نفس المبدا، علشان لو هي مش عندها نفس المبدا ففي اول خلاف بعد كده مع امه وابوه هتقول روح ارفع قضيه مثلا عليهم وهكذا. عارفه ليه بقاطعك كتير؟ عارفه ليه انا شريره وبقاطعك كتير؟ مش قصدي، انت كلامك جميل يا دكتور، بس ليه انا عايزه اروح من النقطه المهمه دي بتاعه معايير القبول، وزي ما حضرتك قلت لنا قلب وعقل، واروح لدكتور تامر واساله القصه، انه المعايير دي اللي دكتور رشا قالتها لنا وبتفكرنا بيها، لما انا بعملها انا بعلي المعيار. تمام. وانا اصلا ما بشتغلش على نفسي، بعلي التوقعات، ودي وعلي التوقعات جداً. وانا نفسي لسه بقى في حته، انا عشان كده عايزه اقول طيب انا ليه عماله ادور على الشخص اللي فيه كل المعايير دي؟ وبعدين محدش عمره قال انا وحش، انا مش كويس، انا مش جاهز. صح. انا مش عارفه يعني بنعمل طيب. ايه يعني خليني ابدا من اخر حاجه انتهت ليها دكتوره هي جميله كده وحلوه. يعني خليني اقول طبعا لو هي بتقول لو كل اتنين فكروا بنفس الطريقه بنفس الاسلوب، كان اكيد هيبقى معدل الجواز اقل بكتير قوي من اللي احنا فيه. المشكله ان زي ما هي قالت بالظبط، ان الاساس ايه. ودلوقتي احنا العلاقات كلها بتبدا على ما فيش. يعني بيبقى الهدف انا عايز اتجوز عشان اخد اللقب، مش عايز اتجوز عشان ابني اسره، مش عايز اتجوز علشان خاطر، لا هو الطبيعي والدارج دلوقتي ان انا عايز اتجوز عشان اعمل فرح، عشان البس فستان شكله ايه، او علشان خاطر اعمل اعيش الحاله. لكن لما بنيجي نتكلم على الواقع بنلاقي ان الواقع ان في تفاوت كبير جدا في الشخصيات، وبنلاقيهم ما خدوش الوقت الكافي، والاساسيات اللي دكتوره رشا قالت عليها بتكون مش موجوده اساسا. يعني بنتغاضى عن حاجات ممكن تكون واضحه زي الشمس في بدايه الخطوبه، وفي حاجات ما ينفعش ملهاش ثالث، يعني لا البخل ولا العصبيه ولا عدم الاحترام ولا العلاقه بالاهل، دول حاجات ما ينفعش يعني نفكر فيها مرتين، ورغم كده بنوافق ونكمل، فبالتالي اكيد العلاقه بتنتهي بالفشل. اوكي. ليه؟ لان الاختيارات من الاول مش سليمه. موافق، ما هو احنا اكيد في مشكله ان العلاقات مش بتكمل عشان اختيارات مش سليمه، لكن تاني يا دكتور عايزه ارجع لك. وانا هكمل لك بقى. لا انت هتقولي لي سقف التوقع. مش عايزاكي تكملي لي معايير، انا شريره النهارده. عارفه ليه؟ لان كل الناس عارفه المعايير، اصل احنا وكل الناس موافقاكي وهتقول لك برافو الله يا ريت نعمل بس كده، بس ما بيحصلش، ما بنقدرش نعمله. احنا ما عندناش في علم النفس نقول حد ينفع وحد ما ينفعش. الشخصيه اللي تنفع مع حضرتك او وحشه او وحشه بالنسبه لي ممكن تكون هايله بالنسبه لغيري. يعني مثلا الدكتور تطرق لموضوع البخل، على فكره البخلة دول ليهم حد اتجوزوا معاه يعني كتير بيبقوا عايشين حياتهم كله بالظبط، وبيبقوا تمام جدا. اللي حضرتك ممكن تشوفيه حد وحش قوي، غيرك ممكن يشوفه حد جميل قوي. لكن خليني اقول لك برده، ندخل على النقطه الثانيه. لو العقل والقلب موجودين انا المفروض بعمل ايه؟ لو احنا الحته الاولى مكتمله، مش القلب بيقول لا ولا العقل بيقول لا، انا بقدم نفسي ليه ازاي؟ لازم اقدم نفسي بطبيعتي. هو اللي بيحصل ان احنا بنشوف العلاقات اللي بتفشل بسرعه، بتفشل لما الواحد بيبدا يظهر على طبيعته وهو ما كانش مبين طبيعته الحقيقيه. انا بقدم نفسي مين الناس المهمه في حياتي اللي ما ينفعش تيجي في يوم من الايام تبعدني عنهم؟ انا طبيعتي عامله ازاي اللي صعب اغيرها؟ طقوسي عامله ازاي لما بقوم من النوم؟ يعني مثلا تلاقي واحده وليكن ما بتقابلش خطيبها غير وهي حتى فول ميك اب، طب هو بعد كده اكيد هيشوفك من غير ميك اب. يعني نبرز طبيعتنا للاخر. انا بعبر عن مشاعري ازاي؟ يعني في حد بيعبر مثلا بالكلام، في حد بيعبر بالافعال. طب انا برزت طبيعتي، لو انا قدمت لك طبيعتي الحقيقيه وانت متقبلها، لازم انا كمان اشوف طبيعتك الحقيقيه واعرف انا عندي مقدره اتقبل ده ولا لا.
انا ممكن ما اتقبلوش غيري ممكن يتقبله، اذا ما فيش حد حلو وحد وحش، المناسب ليا ممكن ما يكونش مناسب لغيري. فانت لما بنظهر قصاد بعض في فتره الخطوبه على طبيعتنا، ده فعلا اللي بيبين لي. عشان كده يعني من قريب كان في موضوع جميل قوي بيناقشوه في برنامج كده، بقولك هي ليه الستات بقت عايزة رجالة متجوزين؟ هي الفكرة مش في حتة رجالة متجوزين بصرف النظر عن الفكرة يا صح ولا غلط، بس هو بعدين بعدين لما الراجل بنسميها ايه؟ بنسميها يعني بلغة الشارع ده رجل مخضرم. هو مخضرم يعني ايه؟ يعني هو مش بيسعى انه يغير الطرف التاني، خبرته في الحياة. لا دكتورة ده راجل تاني يا دكتورة. استنيني بس، لما جرب الجواز وجرب العلاقات، عشان كده الحتة المخضرم دي ما بتلاقيهاش في شاب لسه طالع، بتلاقيها مع حد كبير. هو بيبقى عنده الخبرة، مخضرم يعني عنده الخبرة، ان هو لو عايز يرتبط بواحدة بيحاول يشوف هي طبيعتها ايه، هيتقبلها ولا لا. والست نفس الحكاية. اول مرة اختلف معاكي مش انت، اول ما جيتي بتقولي بقولك انت كنت دايما بقابل دكتورة رشا اقعد اوافقها، النهارده هتخانق معاها. لا انا مبسوطة جدا مع بعض في كل التفاصيل. ايوه انا عندي سؤال. هل احساس الاوبشن بتاع الانفصال واحد من اسباب الانفصال؟ يعني كتير قوي ما بنسمع العيب مش فيكي، انا المشكله عندي. المشكله لا، ده الحل، ده الجمله الشيك قوي دي، شيك قوي بالظبط. ده عشان اسيب بشياكه يعني، او انهي بشياكه وننهي بسرعه، والعلاقات ما بتاخدش وقت وما بتاخدش مجهود. انا سؤالي اللي عمال ادور راح حواليه ومش حدش بيجاوبني ليه النهارده، ما اعرفش، انا هشتكي للجماهير. المجهود المطلوب مني، انا دايما بحترم المجهود الشخصي قبل المجهود بتاع الطرف الثاني. المجهود المطلوب مني في العلاقه، عشان العلاقة لو بمعايير العلم كده اللي دكتورة رشا شاركتنا بيها تكمل، ايه مطلوب؟ ايه المجهود الاقل مجهود مطلوب؟ اقل مجهود ان انا اكون شاري البني ادم اللي قدامي عشان اقدر اغير من نفسي. عشان اقل مجهود الواحد محتاج يعمله علشان يحافظ على شكل العلاقة، انه ما يفكرش هو ادى قد ايه، ولا هو بيضحي او بيجي على نفسه قد ايه. لا، هو المجهود الطبيعي ان انا المفروض ادي وما استناش. ده لو انا شاري البني ادم اللي قدامي وعايز اكمل مع البني ادم اللي قدامي. دايما بقول انك اول ما بتبدا تشوف العيوب هي دي بدايه النهايه. فبلاش نبدا عينينا تشوف العيوب وما نعودش عينينا تشوف العيوب، ولا نبقى شايفينها واعيين بيها. لا، لان احنا لو شايفينها واعيين بيها نفضل دايما نفكر نفسنا بيها انه عنده عيب وانا مستحملاه، او هي عندها عيب وانا مستحملها. العلاقه هي شراكه، ده مشروع ما بين اتنين، كل واحد عليه مجهود لازم يعمله، مجهود من الشخصين، من الطرفين. والمجهود ده لما نبدا نفكر فيه ان احنا بنبذله، بيبدا ياخد من طاقتنا الى اقصى درجه حضرتك ما تتخيلهاش. عشان كده بلاش نفكر دايما في المشاكل قد ما نفكر ازاي نقدر نتعامل معاها، ازاي نلاقي لها حلول، ما نفكرش ان احنا عندنا مشكله. وهي دي اغلبيه فشل العلاقات، انك بتلاقيهم دايما وابدا بيبصوا على اللي مش موجود، لكن كل اللي موجود بننساه، او بيبقى بعد كده امر واقع بالظبط، بتعامل معاه بناخد عليه خلاص. ده الطبيعي، ده الاساسي. احنا هنروح فاصل صغير، وبعد الفاصل هنرجع نسال على السؤال المنطقي اللي يخص هو العلاقات اللي بتنتهي بدري، او العلاقات بلا مسؤوليات، الموضه اللطيفه الجديده السهله اللي ناس كتير بتعتقد ان ده الشكل الاسلم للعلاقات، وانه بلا وجع قلب ولا بلا وجع دماغ، وانه الارتباط بمشاكله وبتحدياته اللي الناس دي بتقولها بلاش منه احسن. بعد الفاصل مساءكم خير. لسه بنتكلم عن العلاقات التي لا تكتمل، او عن فتره الخطوبه اللي هي معروفه علشان يا اما نكمل بالمعروف وعلاقتنا تستمر، او نتعارف ونقول شكرا بشياكه كده، لكن الحقيقه ان هي بتتحول الى فترات من التعارف المتكرر لشخصيات مختلفه، والناس ما بتكملش في العلاقات بشكل غريب او حتى ما قبل الخطوبه. كان سؤال بقى قبل الفاصل هو الموضة الجديدة، أو فكرة أنه إحنا نبقى في علاقات أو نتعرف على ناس، لكن نيجي عند خطوة الارتباط إحنا بنمتنع لأسباب كتيرة ومتعددة. أنا هسيب حضراتكم تقولوا من ناحية الرجالة، لأن دايما الرجالة موسومين بالمسؤولية.
اول حاجه يعني دايما بيخافوا من المسؤوليه. المسؤوليه شيء صعب جدا، كل ما بتقربي منه بتحاولي تهربي منه بشتى الطرق. هل الرجل المصري مش متربي على الاحساس بالمسؤوليه؟ ودي مش اهانه يعني، الامهات المصريات كانوا جزء من الحته دي، ان الراجل المصري ما عندوش. لا ما نقدرش نعمم القاعده ونقول ده، لان احنا عارفين ان في نماذج كتيره جدا من الرجاله بتبقى، وده الطبيعي، بيبقوا شايلين المسؤوليه حتى من قبل ما يكونوا مرتبطين او يفكروا فكره الارتباط. هي مسؤوليه الارتباط مختلفه تماما عن اي نوع من انواع المسؤوليات. انا بسال بصراحه على مسؤوليه الارتباط، طفل يعني مدلل بالظبط، يعني مسؤول عن امي عن بيتي عن نفسي، غير لما اكون مسؤول عن بيت. اصعب مسؤوليه في الدنيا انك تحس ان في ناس في رقبتك، زوجه اولاد، ومسؤوليه الاولاد دي مسؤوليه اكبر بكتير وتخوف. النهارده انت مسؤوله عن نفسك او مسؤوله عن عيلتك، غير لما تكوني مسؤوله عن روح انت مسؤوله عنها في كل حاجه. فالخوف من المسؤوليه دي اول حاجه بتخلينا نجري بالمشوار قبل ما نبدا نفكر في اي حاجه. والاهم من ده كله كمان ما بقتش الخوف من المسؤوليه بس، لان دلوقتي بقت المسؤوليه مشتركه على فكره. يعني انا بحس ان دلوقتي غير الاول، دلوقتي احنا ممكن نتقبل جدا ان الزوجه تشارك في مصاريف البيت، او ان احنا نبقى، وده بيحصل. وحتى نسبه السيدات العاملات بقت اكبر بكتير من زمان، ويمكن ده برضو بيساعد على سرعه الانفصال، لان هم بقوا حاسين ان هم مش محتاجين لحد، لان جزء كبير من السيدات بيتكلوا على حته الراجل بالنسبه لنا الامان. على فكره انا اقدر اعتمد على نفسي واقدر اعيش حياتي، وهي بالنسبه لها هو الامان المادي فقط، فلو انا عندي الامان المادي فانا خلاص. فده بيساعد على فكره من نسب ان العلاقات ما بتكملش. فاحنا بنقول ان المسؤوليه حتى لو هي دلوقتي مشتركه، بس برضه ليها جزء وعامل كبير جدا ان الواحد او احنا نبقى قلقانين جدا ان احنا ناخد الخطوه دي. طيب يبقى اذا الخوف من المسؤوليه، واقدر اطبق كلام حضرتك على الراجل والست؟ طبعا. انه الست كمان بتخاف من المسؤوليه؟ لا مش بتخاف من المسؤوليه، هي الست بتخاف، وخصوصا لو بعد وقت معين بتخاف انها زي راجل، انها وصلت لمرحله معينه في حياتها انها مش عايزه اي نوع من انواع التحكمات او خلاص. فبيبقى من كل ما ترقت وكبرت وتحققت بتصعب المسؤوليه، وهو العاتق بيبقى عليها كمان صعب جدا، لان الست بتبقى يمكن او ده الطبيعي، ما بيبقاش بس عاتق البيت وعاتق مسؤوليه الزوج، البيت والزوج والاولاد وتانيب الضمير، لانها دايما وابدا هي عايزه تبقى احسن حاجه وحاسه بالتقصير في يعني عامه. فده بتبقى برضو عاطف كبير عليها، عامل كبير. عندك اكيد اسباب تانية. هتقول لك لا لا اكيد في سبب كمان تاني. احنا عندنا في الصحه النفسيه دايما الاعتدال، علم النفس يحب الاعتدال. فاللي تربوا دايما تربيه لا اما فيها دلع زياده قوي، مش متحملين اي مسؤوليه خالص، او العكس، شالوا مسؤوليه فوق طاقتهم في سن مش سن ان هم يتحملوا مسؤوليه. اللي تربوا دلع قوي دول او دول هيبقى صعب قوي عليهم ان هم يعني يقدموا على الخطوه، لان هم لسه ما وصلوش للاعتدال. وفي حاجه بقى لو حضرتك بتسالي حاليا عن دلوقتي، لا العلاقات بقت متاحه بشكل اكبر. وده غلط، دي النقطة اللي كنت بكلم حضرتك فيها قبل الفاصل. يعني لما الولد بيلاقي ان سهل ان هو يقيم علاقة مع البنت من غير جواز، طب يتجوز ليه؟ ما هو لو الموضوع متاح هيروح يقدم على خطوة الجواز ليه؟ المسؤولية مش بس مادية، اصلها مسؤولية دي يعني حد انت بدل ما متعودة وقت ما عايزة تقعدي براحتك هتقعدي براحتك، لا في الوقت ده انت ممكن في الوقت اللي انت عايزه تقعدي فيه مرتاحة براحتك ومزاجك يطلب منك ان انت تعملي حاجه من شريك حياتك. بتقومي في الوقت اللي انت عايزاه ممكن تضطري ان انت ترجع البيت بعد الشغل براحتك، لا انت بترجع البيت عليك شغل تاني انت لازم تخرجها، ولو عندك اولاد هتخرج اولاد. فالمسؤوليه النفسيه ان طرف اخر مسؤول منك نفسيا وفكريا في المشاركه، مش بس الماديه. انا بحس الماديه يمكن لو جينا بصينا لها في ارض الواقع اهون حاجه، اهون بالنسبه للمسؤوليه النفسيه. ودي شكوى كل الرجال على فكره، يقول لك انا كنت مرتاح وانا سنجل، لا كان حد بيقول لي ولا بيزن عليا. عشان كده الاعتدال مهم قوي، ان انت تاخد واحده معتدله او ان انت تاخدي واحد معتدل. الاعتدال ده بيبان على فكره، بيبان في فتره الخطوبه اللي بنتكلم عنها. يعني انا هقول لحضرتك مثال، انا كبنت مثلا وحتى بيبان بين الصحاب. يعني مثلا مره ركبت معايا واحد صاحبتي العربيه، مش عارفه زعلت من ايه او مش عارف ايه، فتحت باب العربيه وانا ماشيه عايز تنزل.
ده اوتوماتيك. دي دي هتكون ازاي ردود الفعل الهستيريه دي؟ بالظبط، ردود الفعل الاوفر او البرود، البرود او التبلد اللي هو مثلا ايه، الناس تقول لك ده عنده ثبات انفعالي. لا، في فرق كبير جدا ما بين البرود وما بين الثبات الانفعالي. فرق كبير لما اقول لك مثلا فلان تعبان، فبعد تقول لي بعد ما خلص الفيلم وفلان تعبان، مش لازم تصوت وتصرخ وتزعق وتعمل عادي، بس على الاقل هتقوم تاخد اجراء تتحرك. فده بيبان موضوع الاعتدال بيبان ليه بقى، لان المعتدل بيكون معتدل في كل حاجه حتى في مشاعره. لو خدتي حد معتدل مش هيوصل، هيغنيكي عن الحته الخوف اللي بيتفوها. ما هو طيب. هي انا عايزه اروح حلو ده يعني انا قاعد بسمع دكتور رشا ومستمتع جدا بالكلام. الاقيه فين الاقيها فين؟ لان على ارض الواقع الحقيقه مش ما في لو قعدنا حسبناها كان زمان ما كانش في ناس كتيره جدا لغايه دلوقتي عندها مشكله في الجواز او بينفصلوا او ما كانوا بعد ما حتى انا شخصيا عندي اصدقاء من النوعين دول، اللي هو ايه، الولد الجميل البيرفكت اللي ازاي انت ما ارتبطتش لحد دلوقتي، والبنت الهايله اللي ازاي. هو الناس دي ما بتقابلش بعض يعني. هو ما هو ده النصيب بقى، علشان كده علشان كده في اهو يعني شوفي موجودين المعتدلين موجودين طبعا. بس يمكن ربنا سبحانه وتعالى ما نستعجلش على الولاد. احنا بنقول للاهالي اصل كمان الاهالي اللي بيتفرجوا علينا ليهم دور كبير قوي في الموضوع. لما بيقعدوا يزنوا على البنت او الولد وهم طبعا مش متاكدين ان لسه البنت او الولد دول مستعدين نفسيا للجواز، شكرا، لانه ده عامل من فشل العلاقات. الجواز بسرعه، يلا شغل وشقه جاهزه وعفش جاهز، لا ده في استعداد نفسي. انت ابنك معتدل ولا لا؟ عشان ما تتسرعش وتاخد له حد مش شبهه، او زي ما قلنا مش شبهه في المبادئ الاساسيه في الحياه. فانت كده بتخلي الفشل، بتسرع للفشل. فعايزه اقول بس ان اصل الجواز ده رزق، او الارتباط الصحي او ان انت تلاقي حد فعلا ترتاح معاه وتكمل معاه، ده رزق من عند ربنا. فما نعاندش ربنا بقى لو لسه ما جاش، نصبر ونعمة بالله، نصبر ولحد ما نلاقيه. والسؤال، اقلل سقف التوقعات ازاي؟ او مش عايزه اقلل يعني، ما حدش احطها في مكانها صح، هينبسط انه يقول بالزبط. انا اخد اقل مما اسمح. يعني كل واحد بيبقى محتاج او بيبقى نفسه ياخد احسن حاجه في الدنيا. بس خلينا واقعيين، لازم اولا نبدا بنفسنا، يكون عندنا نوع من انواع تقييم نفسنا، عارفين احنا في انهي ليفل بالظبط. انهي ليفل ده مش معناها مستوى اجتماعي، انهي ليفل من التفكير، انهي ليفل من شكل حياتنا اللي احنا عايزين نعيشها، اللي احنا ايه اللي يبسطنا، ايه اللي يزعلنا، ونبدا على الاساس ده نعمل يعني نختار بالشكل الصح الحاجه اللي تواقينا او تناسبنا. التوقعات او يعني اذا كان في مثل يعني للحاجات الطبيعيه، المفروض اتوقع ايه من شريكه حياتي المستقبليه؟ انها تبقى ايه بعد كم يعني مش عارفه. فكره سقف التوقعات دي انا بشوفها حاجه شخصيه. هو حاجه شخصيه بتختلف من واحد للتاني، بس هو اساسها الاحترام والحب. دول اساسهم. انا ممكن اتوقع واحد غني، ممكن اتوقع واحد ما يسالنيش ويعمل لي كل انا عايزاه. هو في النهايه كل ده بيروح، وكل ده بناخد عليه زي ما قلت لحضرتك، وبيبقى امر واقع في حياتنا. البني ادم وصفاته واحترامه ومودته زي ما دكتوره رشا قالت، هو ده الاساس، هو ده اللي انا بتمناه، هو ده اللي انا بتوقعه، هو ده اللي انا عايزه، هو ده اللي بيدوم. مع الوقت الواحد بيكبر ويعجز، مع الوقت الفلوس ممكن تروح او الفلوس ممكن تيجي، مع الوقت العلاقات والدايره اللي حوالينا بتبدا تقل واهتماماتنا بتختلف. اللي بيفضل هو الاصل، هو البني ادم اللي انا اخترته على اساسياته، اللي عجباني، اللي مريحاني، اللي ممكن ما تعجبش غيري على فكره. اللي هو زي ما حضرتك لسه قلتي، ممكن يكون حد ممتاز واحده ممتازه ما بيقابلوش بعض. هما بالعكس ممكن يكونوا في نظرك انت ممتاز، لكن هما لما هيتقابلوا هما مش هيمشوا مع بعض، مش هيحبوا بعض، مش هيقبلوا بعض. وده يبقى السبب انه معاك. طيب انا عايزه اضيف في ظاهره سريعه، عايزه اضيف على الحته دي بتاعت سقف التوقعات. انا بشوف برضو في الصحه النفسيه وعلم النفس ان احنا ندور على شريك الحياه السعيد مش المثالي. يعني انت لما بتاخدي حد سعيد الدنيا ضغوطك النفسية بتقل، وضغوطك في الحياة بتقل، والدنيا كلها لكل حاجة حلوة بتتفتح لك. لو خدتي واحد مثالي بس نكدي، واحد مثالي يعني ممكن زي مثلا، ما دي من الأساسيات اللي ما ينفعش نتغاضى عنها. ده أنا مبسوطة أصلا بدقة الكلمة، السعيد مش اللي يسعدني. لأن برضو دي من ضمن سقف التوقعات. أنا هتجوز واحد يسعدني ويعوضني ويجيب لي
دي توقعات محدش بيبقى مصدر سعاده. هو سعيد وهي كويسه وبنت حلال كده مش كده يبقى اوطى. يعني احنا بنقول دايما السعي باستغناء. يعني هو مثلا فرق كبير بين واحده بتعمل لك اكله بسيطه بتكلفه بسيطه بس بتعملها لك بنفس بحب. ايوه بنفس. يقول لك عندها نفس في الاكل. نفس عشان عاملاها لك وهي مبسوطه ان هي بتعمل لك اكل. بين حد تاني بياكل اغلى اكل ومالوش مش مستمتع بيه. بين حد برضو فرق بين حد بيلبس اغلى لبس ومش سعيد فهينكد عليكي برضو. او راكب احلى عربيه وهو مش مبسوط فهينقل لك برضو طاقه سلبيه ما بقيتيش سعيد. دوري على حد سعيد. دوري على ممكن يكون لابس ابسط لبس بس مغسول ونظيف وسعيد وبيسعى. مش معناه ان هو قاعد مكانه. هو بيسعى ان هو يطور من مستواه. يعني بيسعى ان هو يجيب دخل زياده. بس لو ما جاش الدخل الزياده دي بنقول عليها السعي باستغناء ومش هيكتئب لك بقى. حلو ده. مش هيقول لي مش هينكد عليكي مش هيبوس في وشك بقى علشان هو ايه. طب صدقني يا دكتور المعيار ده لو حد حطه هينبسط. يعني الحياه تبقى لطيفه مجرد انه يفكر بالمصدر. دور على ناس اسوياء يعني. صح. عندي مشكله حقيقيه ويمكن كان في بعض الاعمال الدراميه في الفتره الاخيره اللي عملت دوشه ومصيبه على معايير اخلاقيه. الحقيقه ان كان فيها مصيبه تانية ما حدش انتبه ليها وفكره ان انا الاعتياد على ان الناس كلها وحشين وان الناس كلها بتنفصل وان الناس كلها بتخون. الفكره دي هل هي واحده من اسباب انه الشباب الصغير قاري المشهد الكئيب اللي احنا مصدرينه له فمش حابب يرتبط؟ لا هو عايش عايشه تمام. هو عايشه. خلينا نبقى صراحه وخلينا نبقى واقعيين ونواجه الواقع شويه. هو عايشه. الشباب الصغير سابقنا بمراحل كتيره جدا. وبقى الدنيا بقت مفتوحه بالنسبه له اكتر من ما احنا متخيلين. فهو عايشه وهو بل بالعكس احنا دلوقتي بقينا بنعرض اللي هو عايشه مش بنعرفه عليه. يعني احنا دلوقتي بقينا احنا اللي بنتخض. يعني احنا مش بنبالغ لو نقول ان الواقع صعب كده وفي ده حقيقه. والاهم ان احنا بنعرضه لان ده بقى الواقع. وانا شايف ان دي خطوه مهمه جدا ان احنا بقينا نعرض الواقع. لان الاول ما كناش متخيلين اساسا ان احنا نحلم او نفكر بده. ولا الجزء الكويس مستخبي. انا مش مبسوطه من الموضوع ده. انا اختلف معاك يا دكتور بصراحه. الموضوع ده عليه عامل كبير جدا لان تاثير الدراما والسينما واي حاجه في الاعلام عليها عامل كبير جدا في نقل الطاقه السلبيه للناس. ان احنا يعني ايه يعني مش عايزه اقول لفظ قاسي. الطاقه السلبيه. فرق بين الطاقه السلبيه وبين الواقع. مش شرط الواقع. انا عايش اساسا في الواقع. او ده مش كل الواقع. يعني مش كل الواقع بس جزء منه. زي ما احنا فلما اروح للسينما او الدراما او اروح للشاشه المفروض ان هي لاما تديني حلول لحياه اجمل لاما تنقلني لحاجه اجمل عشان تخفف من عندي الضغوط عشان اعرف ارجع اقابل الواقع او توريني الواقع. توريني الواقع اللي بيحصل. هو ده اللي انا بقوله. يعني ما تورينيش المرحله دي. انا ضده خالص في المرحله دي. لازم انا عشان اقدم حاجه للناس بنعمل حاجة اسمها سيكولوجية المرحلة. هي الناس دلوقتي في الفترة دي محتاجة ده ولا لا. الناس طالعة من كورونا مثلا وطالعة من حاجات ضغوط ورا بعض. فأنا لما أجي كمان أديها سلبيات وأعمل لها سبوت على الحاجات الوحشة لا ده مش مطلوب خالص نفسيا لمشاعر الشباب. ما هي الفكره كلها احنا بنعرضه ازاي. هل الطريقه اللي بنعرضه بيها لا انا مش مبسوطه من حاجات كتير او ليها فايده فيها درس في الاول والاخر ولا بنعرضه انه حاجه ولا بنعرضه وخلاص بنقول ان ده امر واقع. مش مطلوبه خالص في المرحله دي من وجهه نظري طبعا يعني. كل الاحترام ليها. ميرسي جدا نورتوني. ودكتور رشا الجندي استشاري الصحه النفسيه نورتينا النهارده. شكرا لحضرتك. وشكرا على شويه المصطلحات الحلوه من اهمها اتجوزوا سعداء يا جماعه فعلا. مش حد يسعدنا لكن دوروا على الناس السعيده اوريدي لان احنا مش ما فيش طاقه نعمل ده كله. شكرا جدا دكتور تامر شلبي. وبرضه هفكركم دكتور تامر قال لنا جمله لطيفه جدا. سقف الطاقات انزل على الارض معانا كده ونعيش حياه طبيعيه. خلينا طبيعيين. هو ده اللي في الاخر. شكرا جدا. شكرا. لسه العالم كله زي ما قلنا لحضراتكم كده كنا نتمنى انه قبل ختام الحلقه نقول انه طفل ريان تم انقاذه لكن لا لسه الصور المتداوله غير حقيقيه ولسه جهود وفرق البحث بتحاول انها تخرج الطفل العيان ولسه في عمليه الحفر اليدوي. دي كانت حلقتنا النهارده من التاسعه. اشوفكم ان شاء الله على كل خير.